المزيد عن اجتماع وزراء خارجية الناتو في برلين مع موفدنا هناك أشرف سعد، تفضل أشرف. كما ورد في التقرير ربما تحدثت أيضا وزيرة الخارجية الألمانية عن هذه النقطة تحديدا، أن الحرب في أوكرانيا جاءت بنتيجة عكسية لصالح روسيا بعد أن كانت قد شنتها لمنع أوكرانيا من الانخراط في حلف الناتو. اليوم أعضاء جدد يتقدمون بطلبات للانضمام إلى هذا الحلف. فنلندا أعلنت رسميا أنها ستتقدم بطلب للانضمام إلى الحلف. بالطبع ما زال الأمر يحتاج مصادقة من البرلمان، ولكن الرئيس الفنلندي أبدى ثقته في أن هذه المسألة شبه محسومة. وكما علمنا فإن أكثر من 200 من أعضاء البرلمان يؤيدون انضمام فنلندا لعضوية حلف الناتو. بالطبع تحدثت وزيرة الخارجية الألمانية في المؤتمر الصحفي الختامي لهذا الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الناتو أن البلدين سواء فنلندا أو السويد مستعدان تماما للانضمام للحلف، لديهما المقومات السياسية والمقومات العسكرية والمقومات اللوجستية التي تكفل لهما المشاركة في عمليات الحلف بشكل سريع، وأيضا لديهما الإمكانيات العسكرية التي تخول لهما الإسهام بفاعلية في أداء الحلف بشكل عام. الحقيقة أن النغمة التي نسمعها حاليا من الوزراء حتى رغم التحفظ التركي، فإن هناك رغبة في تسريع الموافقة على الطلب الفنلندي خصوصا الفنلندي، وهذا سمعناه في تغريدة قبل قليل لوزيرة الخارجية البريطانية ليستروس التي قالت إن بلادها ستدعم الطلب الفنلندي وستسعى جاهدة لتسريع الأمر بأقصى درجة لكي يمكن ضم فنلندا إلى الحلف في أقرب وقت ممكن. بالطبع لا. هذا الاجتماع غير الرسمي هو إرهاصة أو تجهيز لاجتماع القادة في مدريد الشهر المقبل، وهو ما يمكن أن يشهد مصادقة على طلب الانضمام. أشكرك أشرف سعد في برلين.